ازيكم عاملين ايه؟ النهارده تاني حاجه جربها من اوريفليم. طبعا كان في واحده كتبت لي ان هي عايزين اجرب الماسكات بتاعه اوريفليم. طبعا عملت اول فيديو، هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف. تاني حاجه جبتها من اوريفليم الماسك ده، طبعا انا استخدمته الماسك ده. هو بيجي عباره عن اسكراب، كيس اسكراب وكيس كيس ماسك. تمام، يلا نجرب مع بعض. الجنيف انا بصراحه بستخدمه على منطقه الانف بس، مش بستخدمه على بشرتي لان انا بشرتي مختلطه، فالتي زون عندي هو بس اللي دهني. انا كده حطيت الصنفره على المناطق بس اللي هي بتدهن عندي. طبعا هو بيقول يعني ان هو بيشيل الرؤوس السوداء والرواسب بتكون على الوش، ف ادينا اهو بنعمل حركات دائريه. طبعا اللي وشه دهني عادي يحطه على وشه، انا بس بعمل على المناطق اللي فيها مسامات. مكتوب ان احنا نسيبه 5 دقايق بس على وشنا، فانا كده هسيبه لمدة 5 دقايق وهغسله وهاجي. صنفرة، غسلت الصنفرة من على وشي. بصراحة انا حبيتها جدا. تاني مرة استخدمها بصراحة عجبتني. الحبيبات اللي فيها بتنظف فعلا الانف كويس جدا، بتنظف التيزون كويس جدا. مش عارفة شايفين ولا لا، لو في اي رواسب على الانف او نقط سودا طبعا دي حسنة. ولو نقط سودا اللي هي البذور السودا دي الصغيرة بتشيلها، يعني حسن بقت اللي هي امشي عليها كده ايدي مفيش اي منحدرة. حلو جدا. التاني بقى ده التاني الماسك بيتحط بعد الصنفرة، فانا دلوقتي هحطه عبارة عن كريم زي ما احنا شايفين كده. مش عارفة انا حطيت بزيادة، قلت اجرب تاني. يعني هو الصنفرة عجبتني، فانا قلت بقى ايه يعني عزلت الماسك حقه بصراحة. يعني هو لو كويس هنقول كويس، مش عارفة بقى هو مش بالكتر عامة، بس مش عارفة جه معايا كده ان هو كتير. يلا مش مشكلة، هسيبه لمدة برضه 5 دقايق. هسيبه لمدة 5 دقايق على بشرتي وهغسله. غسلت الماسك بصراحة تحفة، عجبني جدا. حاسة بنعومة جدا في المنطقة دي بالذات، يعني فرقة عن وشي. يعني هنا حاسة ان بشرتي عادية، لكن هنا حاسة بنعومة. هو بصراحة حلو جدا. بليز لو حبيت الفيديو اكتبولي تحت في الكومنتات، والمنتجات اللي حابين اجربها معاكم.